نقل الفنان عادل الفار إلى العناية المركزة وحالته الصحية حرجة للغاية. الفنان الكبير عادل الفار ولد في 20 ديسمبر عام 1961، واشتهر بتقليد الفنانين والفنانات في ملاهي الفنادق، ثم اتجه إلى السينما وبدأ مسيرته الفنية بالسينما في التسعينات بأداء دور المونولوجيست، ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتلفزيون والسينما. من أهم أفلامه فيلم هيستيريا في عام 1998، وفيلم شجيع السيما في عام 2000، وفيلم زكية زكريا في البرلمان، وفيلم بونسواري، وأهم المسلسلات الكومي ومسلسل 9 شارع السلام ودائرة الاشتباه ومسلسل صاحبة السعادة مع الزعيم عادل إمام. يمكن رؤيته في دور الواد الزايص الجراج زوج نجاوة في فيلم الواد لالا في سنة 2003، ومن أهم أغانيه أغنية مين سرق العمود والواد الفلفل ولولو وإحنا الشباب. في سنة 2016 شارك الفنان عادل الفار في مسلسل بث مباشر، وفي نفس العام شارك في فيلم بارتي في حارتشي وفي مسرحية يوم ليك ويوم علي. شارك في مسرحية مولد وصاحبه مجاش ودور عم محمود في فيلم راس السنة، ودور الأعور في مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال. خرج الفنان الكبير تصريحات له منذ يومين وقال لا يوجد أحد من زملائي في الوسط الفني أو أصدقائي يسألون عني نهائيا وأعيش وحيدا. الأول كان الكل بيسأل، دلوقتي محدش بيسأل خالص، وصحابي من الوسط خالد عجاج ومصطفى قمر وهشام عباس دلوقتي محدش بيسأل عليا. خالد عجاج بتصل بيه ما بيردش، بزعل جدا، اتصل بيه تاني يرد ويقول لي وحشني، طيب لو انا وحشك يا عم رد عليا. والوسط الفني غدار، وعندما كبرت توقف الناس عن السؤال عني. بكى الفنان عادل الفار على الهواء قائلا انا بحبكم قوي ومش هسيبكم وهعمل شغل جديد، ويا زمايلي يسألوا عليا، ليتسبب في بكاء ادوار ومقدمي البرنامج. تعرض الفنان عادل الفار لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة نصر، ودخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لغيبوبة كبدية، ومن المقرر أن يتم التشخيص الصحيح بعد 24 ساعة، وأن نقابة المهن التمثيلية على تواصل دائم مع نجد الفنان عادل الفار لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما قال ابن شقيقه سنتوس الصغير أن حالة عمه عادل الفار حرجة للغاية وهو في غيبوبة حالياً.